ماما انت مالك انت؟ هو ايه العيب انا مالي بام حضرتك انا؟ لو سمحت امشي انا مش فاهمه انت واقف ليه لحد دلوقتي؟ انا واقف عشان الطريق واقف هرجل على العربيات يعني حضرتك؟ طب اسكت بقى اشرح لك. اسكت اسكت ما هو يوم اكبر. لا سيبك منه. ايوه يعني انتوا اتخانقتوا خناقه جامده ولا زي كل مره يا ماما؟ ما رجعش البيت يبقى طفش، يبقى طفش يا ماما ومش هيرجعش. في بقى هترجعي تاني؟ حضرتك ممكن تتكلمي بالراحه شويه عشان صوتك عالي جدا. حضرتك ممكن تبص قدامك من فضلك عشان بتكلم في تليفون. ما حضرتك عايزه طب خلاص يا ماما انا هكلم بابا واشوف. خلاص والله معايا ويتنج. طب حضرتك ممكن تفهمي؟ ثانيه لو سمحت ثانيه واحده. الو محمد من اوبر، انا المفروض اني راكبه معاك دلوقتي. امال انت مين؟ ما انا قاعد اقول لحضرتك من بدري اقتحمت عليا العربيه ودخلت ركبت فيها وعايزاني اوصلك بالاكراه. ازاي ما تقوليش كل ده؟ ما انا قاعد اقول لك، هو انت اديتيني فرصه وانا تعاملني كاني الشوفير اللي جابوا لك ابوكي؟ ابويا؟ ايوه ابوكي، ولا بلاش ابوكي عشان طفشانه ومش لاقينه. لا ده انت بني ادم بقى مش محترم وعايز تتهزق. انت اللي مش محترمه وقللت الذوق وقللت الادب. انا قللت الادب؟ ايوه قللت الادب. نزلني بدل ما اعمل لك كده. انا على ثانيه واحده. ايوه يا مها انا كويسه الحمد لله. سيبك مني دلوقتي، انت مالك ومال الراجل؟ الراجل اتخرشم خالص. مش دي المشكله، المشكله ان انا عايزاكي تطلعي على سمارت فيليج دلوقتي وتدخلي ميتنج مكاني وتقولي لهم ان انا عملت حادثه وجايه على طول. ضروري يا مها. شكرا. لو سمحتي كنا كمان عايزين مبلغ تحت الحساب كمان. دي اجراءات استلام الحاله. استلام الحاله؟ لا حبيبتي انا مش هستلم الحاله لان انا ما اعرفوش. بصي دوروا على اهله بقى والفلوس اهي. ثانيه واحده النبي ابوس ايدك، بلاش كلمه ثانيه واحده دي عشان اخر مره سمعتها حصل لي مصيبه. وبعدين انا ما عنديش ثانيه واحده اديها لك اساسا، انا عندي اجتماع مهم جدا لازم الحقه. انسيه خلاص. نعم بقول لحضرتك انسيه. انت جايبه لنا واحد عامل حادثه يعني في محضر وتحقيق ونيابه؟ لا لا نيابه ايه حضرتك مش فاهم. انا اصلا ركبت معايا كنت فاكراه سواق اوبر وبعد كده ما طلعش سواق اوبر ولا حاجه، عملنا الحادثه فانا يعني انسانيه مني جبته هنا المستشفى. انا ما عرفتكش بنفسي. دينا الشامي مديره. ماليش علاقه حضرتك مديره ايه، في قانون ولازم يتنفذ، يعني المحضر لازم يتأكد في النيابة. نيابة؟ مساء الخير يا فندم، دينا الشامي المدير الإقليمي لأكبر محرك بحث في العالم. وأنا توم كروز. واضح إن حضرتك بتتريق. عموما انا اللي حصل لي هو ده انا لا يمكن اسكت عليه لان ده ضد حقوق الانسان وانا مش هسكت. حقوق الانسان؟ خاف يا ابني. انا اعرف ناس مهمين جدا في جمعيات حقوق الانسان ومش هسكت على الانتهاكات اللي حصلت لي جوه. انتهاكات؟ حس بالذعر يا ابني. ومش بس حقوق الانسان كمان، لا انا عندي ناس مهمه جدا في جهات امن عليا. جهات امن؟ خش بالهلع يا ابني. لا ما تخوفنيش انا. وحضرتك بتعمل كده ليه؟ ما تبطلي رغي بقى، في ايه؟ من ساعة دخلتي قعدتي تتكلمي تتكلمي؟ من الآخر كده، سؤال واضح، الراجل اللي ركبتي معاه في العربية تعرفيه ولا ما تعرفيهوش؟ وحياة ربنا يا فندم ما أعرفه، أنا ركبت معاه أساساً بالصدفة فاكراه سواق أوبر، قول له، فاكراه سواق أوبر فركبت معاه بالغلط. بالغلط؟ يعني أنتِ ما اشتركتيش معاه في سرقة العربية؟ يا نهار اسود، هي العربية طلعت مسروقة؟ يا نهار اسود. انا ما اعرفش حضرتك ان العربيه مسروقه، انا راكبه معاه يعني قلت ايه اوديه المستشفى انسانيه. حضرتك هتفهمي، قلت اوديه انسانيه مني مش اكتر المستشفى. حضرتك انا دينا الشامي. ما خلاص بقى دينا الشامي دينا الشامي، ايه دخل انتخابات؟ ما خلاص كلام مظبوط قدامك محضر رسمي. ادخل يا ابني. يا ناس حرام عليك يا ناس، المخططه اللي انا فيها دي يا ناس، يا ناس انا اللي سايقها يا ناس، وانا اللي العربيه ما اعرفوش، عايز مني ايه تاني؟ كتبت الكلام ده يا ابني؟ اكتب ايه يا باشا؟ ده انا معتمد على الكتابة. انت عامل دماغي قلق، فين الكلام؟ من الاخر كده الست دي تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ معرفش انا يا ناشا الاشقال المتسولة دي. الايه؟ انت متسولة؟ متسولة ايه وانت حرامي اساسا؟ حرامي ايه؟ ليش فهمي؟ بص الساعة دي نعمل لها 15,000 نار. ده يا راجل. والنقرة دي هاي قومي. هاي ايه؟ هاي قومي. اخلص يالا انت وهي. بعدين انت بتردي عليه ازاي؟ فاهمة ازاي؟ من الاخر كده هلا تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ يا ناشا يا ناشا ان انا معرفها. بس هلا ما تصعبهاش عليا. شاور تعرفها اعمل لي كده، تعرفهاش اعمل لي كده، ها تعرفها؟ اكتب يا ابني. يخلى سبيلها
بضمان محل اقامتها. ما جالكيش ايميل من الهيد اوفيس ولا الهوا؟ انت اول ما كلمتيني وقلتي ان هم خدوكي انا جريت على هناك عشان ادور على مستر اوفلن بس ما لقيتوش. بقول لك ايه، اخرهم هيعملوا ايه؟ يعني هيرفدوني؟ ما ممكن يرفدوني بجد؟ ولا يرفدوكي ولا نيلة، هلاقي زيك فين اصلا؟ صح عمرهم ما يلاقوا زي لأ. هو هنا باين من اول. هاي بيبي. اللهم صل على النبي. I miss you. أمور ازيك يا سمير؟ الحمد لله يا مها، يا ذوق، يا محترمة، يا متربية. شفتي الناس بتسلم ازاي؟ مهم، سمعت من ناس انا اعرفها، وانت طبعا عارفه اني اعرف ناس كتير مهمه جدا.